السلام عليكم، أهلا وسهلا مرة أخرى بفيديو جديد منطقة جديدة. هذه المرة منطقة رأس وورك، تعتبر منطقة رأس وورك بإقليم الناظور من المناطق الرطبة المميزة عالميا حسب اتفاقيات رمسار، حيث أصبح الموقع يندرج ضمن اتفاقيات رمسار الدولية منذ سنة 2005، ويعد اليوم العالمي على الصعيد العالمي موطنا للكثير من الطيور، منها المقيمة بالمنطقة والمهاجر إليها من شتى جهات العالم، منها البعض نادرة جدا. ويعتبر الموقع أيضا اليوم منطقة رطبة مصنفة رمسار نظرا للتنوع البيولوجي والإيكولوجي المشهود له بالمنطقة. إن اتفاقيات رمسار للمنطقة للمناطق الرطبة تعتبر أقدم اتفاقية عالمية في مجال البيئة، وهي بمثابة إطار للتعاون الدولي والوطني حول تطبيق السياسات المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية. ويحتفي المغرب على غرار المجتمع الدولي باليوم العالمي للمناطق الرطبة كباقي 151 دولة موقع على هذه الاتفاقية، وهي المدينة الإيرانية التي وقعت فيها هذه الاتفاقية سنة 1971. وإحياء اليوم لهذا اليوم العالمي ستشكل حماية التراث البيئي الوطني وتنمية لا سيما في المناطق الرطبة محور أعمال تحسيسية الموجهة للمواطنين في إطار اليوم العالمي للمناطق الرطبة. رأس وورك أو وورس كما يسميه أهل المنطقة هو نتوء جبلي كبير في أقصى شمال إقليم الناظور، وكان يشكل رأس وورك خطرا على سفن الملاحة البحرية، مما جعل الإسبان يقومون ببناء منارة في نهاية الجبل سنة 1927 للحد من الخطر وتسهيل الرؤية أمام السفن العابرة والقرب منه. يجمع رأس وورس بين جمال الطبيعة الساحرة وشواطئ جميلة متآكلة بالتأريس بفعل تأثير معالم التارية لقساوة التغييرات المناخية على ساحل الأبيض المتوسط. وفي أقصى نقطة في شمال إقليم تتراءى لك قرى نائية وسط أنفاقا بيئية ذات قيمة بيولوجية عالمية تجعلها من أجمل المناظر الطبيعية للمتوسط المغربي. كانت هذه نبذة صغيرة عن هذه المنطقة التي تسمى وورك قريبة أو المحسوبة على الناظور، فهي منطقة صراحة جميلة ويوجد بها عدة مناظر وعدة مسائل جميلة جدا. نتمنى من الإخوان اللي تحت لهم الفرصة مرة أخرى يزوروا هذه المنطقة، وأكيد سيستمتعون بمناظرها وبجو جميل وبالشاطئ كذلك الجميل لهذه المنطقة. مرة أخرى شكرا جزيلا لكم على حضوركم وعلى تواصلكم معنا، ونشكركم على تعليقاتكم الجميلة التي تسعدنا أكثر وتجعلنا نبحث في جميع الاتجاهات إن شاء الله. شكرا جزيلا، ونترككم مع بقية الفيديو.